يبقى كده اول حاجه استدعينا مكتبه الادو بالسطر ده. تاني حاجه، اول حاجه عايزين نعمل اتصال بقاعده بنات، عرفنا متغير نوعه ايه والاسم. المتغير ده محتاج منك عشان يعمل اتصال بقاعده بنات حاجه اسمها كونكشن، معناها بالبلدي نص الاتصال المراد الاتصال بيه، او المسار اللي هتمشي عليه، او الطريقه اللي الطريق اللي همشي عليه عشان اوصل لقاعده بنات. بكتب كونكشنز دي بتجيبها منين؟ صدق بتجيبه منين يا رامي؟ ايوه جدع، تقف على السيكوال اف 4 والخاصيه دي كوبي واحط وارميهم واحط هنا علامه ايه؟ واي دبل كوتيشن في النص شيلها. خلاص احنا كنا عشان نعمل الاوبن اهو، عايز تحذف. هل انت اول ما تتصل بقاعده بنات تفتح القاعده؟ امتى هفتح القاعده؟ لما احب ايه؟ اضيف او اعدل او احذف، يعني حته الفتح دي مالهاش لازمه. على الفاضي احذفها. انا لما اجي ابدا اضيف بيانات افتح. عمال دلوقتي لما رحت وصلت القاعده لازم تفتحها لما تيجي تعمل عمليه عليها. خلاص؟ يبقى احنا كده عندنا كام عمليه عايزين تعملوا؟ اربع عمليات. قال لك في ثلاثه متشابهين في نفس الطريقه ونفس طريقه التنفيذ، وفي واحده مختلفه. عندنا اضافه وتعديل وحذف وبحث. اضافه وتعديل وحذف وبحث. قال لك في ثلاثه متفقين في نفس التكنيك، في نفس الطريقه، في نفس طريقه التنفيذ. وفي واحده مختلفه. قال لك ايه هم؟ قال لك الثلاثه دول متفقين في نفس الطريقه. والبحث ده مختلف. طب اشمعنى؟ قال لك الحرجه الوحيده اللي انت بتنفذها وبترجع لك بيانات بعدها هي البحث. واكبر دليل لو رحت قلت لرامي يا رامي روح ودي القلم ده لدكتور عزت، هيروح يوديه ومش هيرجع تاني. خلصت. عايز يروح مشوار يروح. اما لو جيت قلت له يا رامي روح ودي القلم دكتور عزت، او روح دور على كتاب البرمجه في مكتب دكتور عزت، هيروح يعمل ايه؟ يدور ويرجع. الاوامر دي اسمها اوامر كده بتموت جوه قاعده بيانات داخل القاعده، يعني بتخلص مجرد تنفيذها خلصت. لا الامر ده لا، فيروح القاعده ويرجع تاني. يعني هنا لما تيجي تضيف حاجه جوه مثلا جوه اي جوه الشنطه بتاعتك، بتضيف جوه الشنطه وتقفل وخلصت. لما تيجي تحب تحذف حاجه تمسك الشنطه وترمي اللي جواها وخلصت. اما بتدور تدور على حاجه جوه الشنطه؟ لا، بتدور وترجع بالحاجه اللي انت بتدور عليها. صح ولا غلط؟ الطريقه مختلفه، النتيجه لنتيجه البحث. فقال لك دي اسمها اوامر بتموت جوه القاعده. اما دي لا، تخش جوه القاعده وترد عليك تاني. سواء ردت باه او لا، او لقت او ما لقتش. ما حتى لو ما لقيتش هترجع لك بايه؟ بفاضي، مفيش حاجه، يعني انت ما لقيتش حاجه. فاهمني؟ فالتكنيك بتاع الثلاثه دول زي بعض، والتكنيك ده مختلف. قال لك خلاص هنعمل برمجه للجزء ده وبرمجه للجزء ده. قال لك انت عندك كام شاشه؟ زي ما عند رامي 14 شاشه. يعني كود الاضافه والتعديل والحذف هيتكرر كم مره؟ قال لك طب وانا اقعد اكرر الكود 14 مره؟ طب ما انت تكتبه مره واحده وبعد كده تستخدمه في ال 14 شاشه. ونفس الكلام للبحث. قال لك عايزين نعمل كود للاضافه او التعديل او مين؟ انا بقول للاضافه او التعديل او الحذف. يعني ينفع لده او ده او ده. كنا هنعمل. قال لك ده اسمه ميثود. بيسمى ميثود. وساعات بيسموها بروسيجر. ميثود او بروسيجر. ايه الميثود او بروسيجر؟ بستخدمها لما اكون عندي كود هيتكرر اكتر من مره. بدل ما اكتبه اكتر من مره اكتبه مره واحده داخل حاجه اسمها ايه؟ هي اسمها ميثود كده. زي ده اسمه معمل. هل هو مكتوب عليه معمل؟ بس احنا طلعنا ان اسمه معمل. والجزء اللي بيتحط جوه كود كده اسمه ميثود. بتديها اسم معين. لو اديتها اسم اسمه رامي. كل ما تحتاج الكود ده اكتب كلمه بس. بدل ما تقعد لو هنا في 20 سطر. لا بدل ما تقعد تكتب 20 سطر اكتب كلمه رامي بس. بس انت تكتب مره واحده الكود وسميه باسم معين. خلاص؟ ده اسمه ميثود. قال لك الميثود دي لازم تعرف فيه ليها. خلاص؟ ليها يا اما اول حاجه تعرف اسمها، تعرف محتاجه بارامتر او لا. هنقول يعني بارامتر. وفي حاجه وسط الناحيه الثانيه اسمها فانكشن. برضو نفس الكلام. ما في كود بتحتاج اكتر من مره بكتبه مره واحده وبستخدمه ايه؟ كذا مرة بالاسم بس. دي بقى لازم تعرف فيها شوية حاجات. برضو اسمها تحتاج إلى بارامتر أو لا.
بترجع ايه؟ ايه النوع اللي بترجعه؟ يعني ايه بقى؟ الميثود تنفذ وما ترجعش حاجه. تنفذ يعني مثلا عايز ايه؟ 5 زائد 5 10 5. ما ترجعلكش قيمه، نفذت الامر. نفذت الامر، مثلا انت عايز تضيف بيانات، ضفت بيانات خلاص نفذت الامر، بس مش ترجع اي حاجه. بس احنا عندنا في اي برنامج حتى في الفيسبوك لما تدوس اضافه مش تنفذ وبيقول لك ايه؟ تم تسجيل، يعني رجع لك رساله صح غلط؟ صح؟ ده المفروض هنا. طب بالنسبه لعمليه الاتصال ما بتتصل بقاعده بيانات زي ما اتصلت دلوقتي، هل يقول لك تم الاتصال بنجاح؟ يبقى دي في ميثود ما ترجعلكش حاجه. بتتم العمليه وما ترجعلكش ولا كلمه. خلاص اكن حاجه حصلت وخلاص. وانت متاكد انها حصلت. اما الحاجه اللي بترجع دي بيسموها ايه؟ فانكشن. لازم احنا بقى بكل تعاملنا مع الفانكشن دي، اول حاجه تعرف اسمها. يعني تعرف اسمها؟ سميها اسم معين. اللي يعجبك انت. اللي يعجبك انت سميه. قال لك ماشي. دي اول حاجه. كده. تاني حاجة بترجع ايه؟ يعني ايه بترجع؟ احنا عندنا كام عملية؟ أربعة صح؟ بس احنا قلنا دول بيتعاملوا واحد يبقى اثنين. أسألك سؤال، لما تضيف بيانات بيرجع لك ايه؟ مش هيرجع، بس ايه اللي بيطلع في الآخر؟ مسج. بيقول لك تم تسجيل بنجاح، رسالة كده. طب لما تعدل؟ تم التعديل بنجاح، لما تحذف لما الحاسب نجاح. كلمة تم محمود أمين أحمد ولا مين؟ كريم. كلمة تم الحاسب نجاح دي حروف ولا أرقام؟ حروف. يبقى الحاجة اللي هترجع من نوع حروف. في البرمجة عندنا اسمها سترينج. معلش يا سكويت زي كاكاو كده ما بيسهرش يعني. المهم بترجع ايه؟ حروف. تعالى مثلا لو جيت قلت لك اعمل داله تضرب 5 في 5 هترجع لك ايه؟ 10 لا 12. البنت مجانيه التعليم 5 في 5 25. اللي رجع لك في الاخر ايه؟ رقم. صح ولا غلط؟ رقم. صحيح ولا كسر؟ صحيح. يبقى ده هترجع رقم صحيح. في البرمجة عندنا اسمه ايه؟ لو جيت قلت لك اعمل دالة ترجع تاريخ الميلاد او تجمع تاريخين، تجمع تاريخ وتاريخ، هيرجع لك في الاخر تاريخ، يبقى ديت. اعمل دالة تضرب 5.5 في 7.5 ترجع لك كسور. الحاجة اللي هترجع بتشوف ايه اللي بيرجع نتيجة العملية دي. فهو ده نوعها بترجع ايه. هنا انت قلته اضافة او تعديل او حذف بترجع ايه؟ تروح كاتب كده string مسج رساله. الرساله دي حروف. اروح كاتب public string. public string ايه حكايه public؟ عندنا حاجتين public و private. public يعني ايه يا رامي؟ عام. وبرايفت خاص. يعني ايه public وعام؟ برايفت وبابليك. قال لك لو انت قلت ان المشاوره دي public يبقى الحاله دي ينفع تستخدم في المعمل ده، المعمل الثاني والمعمل الثاني والمعمل الثاني وكل المعمل اللي في المعمل. لو قلت برايفت ما تخرجش بره المعمل. نفس الكلام لو انت قلت ان الداله اللي احنا قلنا مثلا هنسميها رامي قلتها برايفت ما تخرجليش بره الفايل اللي انت بتكتب فيه ده. ما تعرفش انت عليها يا جدع. ما تخرجليش، ما تعرفش انت عليها من بره. انت قلت هتستخدمها في كذا شاشه، لا مش هتعرف طالما قلت برايفت. طالما قلت برايفت خاصه. اما انا عايز اقدر اشتغل في اكتر من شاشه يبقى لازم اقول ايه؟ بابليك. برايفت يبقى خاص. خلاص؟ بابليك. احنا قلنا اضافه وتعديل وحذف هترجع ايه؟ رساله. الرساله دي نوعها ايه؟ سترينج. قال لك ماشي. هتسميها ايه؟ هتسمي الداله اللي هتقوم باضافه او تعديل او حذف اسمها ايه؟ اللي يعجبكم. انا مش شارع معايا، اللي يعجبكم. ساعات بيسموها ران دي ام ال. ايه؟ ران دي ام ال عبد الغفور. خلاص؟ ماشي. لحد كده ده النوع وده الاسم. ناقص بقى عرفنا بترجع ايه اللي هو النوع، اسمها اي اسم،
تحتاج الى بارامتر او لا. ايه حكايه تحتاج الى بارامتر او لا؟ البارامتر ده معناه لو الداله اتنفذت بدون اي قيمه مجهوله يبقى مش محتاجه بارامتر. اما وانت بتنفذها لقيت حاجه مجهوله ومحتاجها عشان تنفذها يبقى تحتاج الى بارامتر. يعني ايه؟ لما اقول لك يا رامي او انت تيجي تقول لي انا عايز نتيجتي، يبقى انت كده تديني عمليه نفذها ويظهر لك نتيجتك. وانا جيت بظهر بدور على نتيجه اضطر اقول لك ايه؟ رقم الجلوس. هات رقم الجلوس صح ولا غلط؟ كده انا هقدر انفذ النتيجه؟ يبقى انا عشان انفذ اجيب الامر اللي نفذوه اللي قالوا لي رامي لازم محتاج ايه؟ رقم. يبقى دي محتاجه بارامتر. اما تيجي تروح لاي تيجي تدفع مخالفات العربيه خلاص روح تدفع مخالفات هيقول لك هات ايه؟ لا رقم الرخصه او رقم العربيه عشان اجيب لك ايه؟ مخالفاتك. يبقى دي محتاجه بارامتر. دي محتاجه بارامتر. اما بتيجي تخش على اليوزر على الفيسبوك بيقول لك ايه؟ يوزر نيم وباسورد. يبقى دي محتاجه اتنين بارامتر. ومش شرط بارامتر ممكن محتاجه اتنين منك عشان تعرف تخش على الفيسبوك. خلاص هي دي البارامتر. اما تحب تنفذ عمليه معينه شرط يعني. مش شرط لا القيمه اللي هتساعدك على الدخول دي بيسموها بارامتر. القيمه اللي هتساعدك على الدخول بدونها مش هتعرف تنفذ العمليه. بدونها مش هتعرف تنفذ العمليه. اما لو جيت قلت لك اضرب 5 في 5 محتاج بارامتر؟ خلاص خلصت سهله ومش محتاجه اي حاجه. فاهمين؟ هي دي الفكره. فهو البارامتر القيمه اللي انا بحتاجها عشان اقدر انفذ العمليه. انت هنا هتعمل ايه؟ الداله دي هتعمل ايه؟ دي ايه؟ طب لو جيت قلت لك نفذ عمليه هتقول لي ايه؟ عمليه ايه؟ انهي واحده من الثلاثه؟ يبقى محتاجه بارامتر مش محتاجه؟ محتاجه ايه؟ بارامتر واحد العمليه اللي انت المراد تنفذها. هي دي الفكره. يبقى اول حاجه تعرف لي اسمها، اسمها مش محتاج الاسم اللي انت عايزه يساعدك. تعرف لي نوعها، نوع الحاجه اللي هترجع. انت شايف هترجع ايه؟ بعد ما اخلص الليله دي ايه اللي هيحصل؟ هي دي الفكره. هي دي الفكره. انت مثلا ما بتروح تشوف مخالفاتك بتدي له رقم الرخصه بيقول لك ايه في الاخر؟ بيقول لك ايه؟ عليك مخالفات قد ايه كده؟ مبلغ في الاخر، رقم ولا حروف ولا ايه؟ رقم. يبقى هو ده اللي هيرجع رقم في الاخر. اللي هيرجع في الاخر رقم. خلاص؟ قال لك مثلا بتروح تطلع مثلا اما بتروح مثلا تطلع شهاده ميلاد. ما بتروح تطلع شهاده ميلاد من السجل المدني، بيقول لك هات ايه؟ شهاده ميلاد. تاريخ الميلاد. صح؟ اداك واسمك. عشان تطلع لك شهاده ميلاد، صح ولا غلط؟ محتاج كام حاجه؟ حاجتين اهو ادي الحاجتين يبقى اتنين بارامتر. يبقى البارامتر الحاجه اللي انا محتاجها. انت لقيت نفسك هتنفذ العمليه بدون ما تحتاج حاجه من حد يبقى مش محتاج بارامتر. لقيت نفسك هتنفذ العمليه بس في وجود قيمه مجهوله محتاجها يبقى هو كده ليها ليها بارامتر. هنا انا بقول لك نفذ العمليه ده هينفذ عمليه بس قلت لك هتنفذ على عمليه حاجه من دول يبقى انت تعرف قلت لك نفذ هتعرف تنفذ ايه؟ يبقى لازم تقول اضافه او تعديل او حسب شايف بتنفذ ثلاث حاجات زي بالظبط رامي بيقول لي هات لي نتيجتي انا عارف لازم محتاج رقم جلوس يبقى اقول له هات رقم جلوسك. هي دي البارامتر. مش شرط بارامتر واحد ممكن حاجه يكون محتاج خمسه سته او زي ما قلت لك تاريخ زي نتيجه اسمها ايه شهاده الميلاد محتاج منك اثنين اسمك وتاريخ ميلادك. هنا محتاج الجمله اللي هينفذها يا اضافه يا تعديل ايه؟ حروف ولا ارقام؟ حروف. ليه حروف؟ عشان جمله اضافه هي جمله انسرت وتكملتها، جملة تعديل هي جملة اللي خدتها مع دكتور عوض السنة اللي فاتت، جملة حذف ديليت وتكملتها كلهم حروف. يبقى اروح نوع البارامتر اروح قايل سترينج واسمي البارامتر اي اسم اس تي ام تي. اس تي ام تي ده هو اللي هيشيل يا اضافه يا تعديل يا ايه؟ حذف. هو ده اللي هيشيل يا اضافه يا تعديل يا حذف. هو ده انا سميته اس تي ام تي. سميه رامي سميه اي اسم يعجبك اهو. لو سميته رامي ما فيهاش اي حاجه ولا هيقول لك اي حاجه. سيبه رامي يمكن ربنا يسهل ويضرب المشروع. طب خليها اس تي ام تي عشان احنا عارفينه. ما تبعوش دماغنا بقى اهو. يبقى هو اس تي ام تي هو اللي هيشيل الجمله المراد تنفيذها ولازم تقول نوعه ايه. يعني مثلا رامي لما قال لي هات لي نتيجته قلت له هات رقم ايه؟ حروف الارقام ارقام اي ان تي وتسميه اي اسم رقم الجلوس او جلوس اي حاجه. اما اجي اروح اجيب شهاده الميلاد هيقول لي هات تاريخ ميلادك يبقى تاريخ الميلاد نوعه ايه؟ الاعداد.
اي تنصيب بالطريقه دي مدي الارقام ما تقدرش تشيل لك العلامتين دول فاهمني خلاص يبقى ادي اس دي كده بقى نبدا ايه نشتغل واحد يرد تحت راندي يم اللي فيه ايه في خط احمر اعرف ان هو ايرور ايرور ليه لازم اي داله اخرها كلمه ريتيرن ريتيرن يعني ايه رجوع جدع ريتيرن يعني بترجع مش قلت لك الفرق ما بين الميثود والفانكشن ان الميثود بتتنفذ وخلاص الفانكشن بترجع لك قيمه فبيقول لك تحتها غلط عشان ما فيش كلمه ريتيرن قول له حاضر هيحسبها كملناش فهمت الجزء ده كده هنكتب بقى الكود جوه هنا الكود اللي هيعمل ايه اضافه وتعديل خلاص الكود ده قال لك ماشي اول حاجه عشان تقوم بعمليه اضافه او تعديل او حذف لازم تعرف متغير اس كيو ال كوماند طب ما احنا لسه واخدين واحد دلوقتي اسمه اس كيو ال ايه بيعمل ايه اتصال بقاعده بيانات في فرق ان انت تتصل وفرق انك تنفذ امر تتصل يعني خلاص دخلت جوه الحاجه السوفت تحتها تنفذ امر بقى اضافه تعديل حذف كوماند احفظها بالانجلش كونكشن يعني اتصال وتحط قبلها كلمه اس كيو ال لما اقول لك ايه الامر اللي بينفذ اتصال او فتحه قاعده تقول لي اس كيو ال كونكشن امر يعني كوماند مش اوردر في فرق اوردر بتاع الاكل والشرب بتاع المطاعم بتاع الكمبيوتر كوماند زي بالظبط البروسيس والاوبريشن العمليات العمليه في مستشفى اسمها اوبريشن بس العمليه على في جهاز اسمها بروسيس في فرق اه شفت بقى خلاص فقال لك اضافه وتعديل او حذف خلاص دو امر جوه قاعده بيانات يبقى اس كيو ال كوماند اهي اس كيو ال كوماند وانت شغال كتبت كلمه غلط كتبت كده جزئيه انت لازم تقعد تمسح الاول تكتب اس كيو ال عشان يظهر القايمه شغال افرض انت دلوقتي اهو اختفت القايمه كنترول مع مسطره كنترول مع مسطره يعني مثلا لو كتبنا كوماند اهي ماشي وبرده كنترول مع مسطره ايه ان دي سميه اي اسم يعجبك سي ام دي يساوي نيو اس كيو كوماند يبقى ده هيعمل ايه ينفذ اوامر هينفذ اوامر يا اضافه تعديل ايه ده اللي هينفذ امره بقى غلط اكنك جبت واحد هو اللي هيقوم بعمليه من دول طب انا جبتك يا ياسر وقلت لك تعالى نفذ هتقول لي ايه وايه تاني يبقى اول حاجه قال لي هنفذ ايه طب ماشي حته نفذ ايه بالبرمجه مين اللي هينفذ عندك اسمه ايه كوماند اللي اسمه ايه بقى اروح قايل له سي ام دي دوت كوماند تكست الحته اللي قالها ياسر هنفذ ايه هنفذ ايه بالبرمجه عندي اسمها كوماند تكست يساوي هو هينفذ ايه يا رامي جدع ومين اللي شال اضافه وتعديل وحذف استنى هيقولها والله مين اللي شال اضافه وتعديل وحذف قلنا في متغير في دول بيشيل متغير في دول بيشيل اضافه وتعديل وحذف اللي هو اسمه ايه اس تي ام تي اللي احنا قلنا اسمه رامي بعد كده جانا تاني اهو يبقى هقول له انت الامر اللي هتنفذه اللي هو موجود فين والله بقى موجود اضافه نفذ اضافه موجود تعديل نفذ تعديل موجود حذف نفذ ما انا ما اعرفش موجود ايه قال لي ماشي دي عرف قلت لك يا محمد روح نفذ هتقول لي ايه قلت لك روح نفذ قلت لك نفذ اضافه بروح سيبه يا اخي اصبر لا انا دلوقتي مش هتكتب اكواد انا بقول لك روح نفذ دلوقتي نفذ قلت لك نفذ اضافه هتقول لي ايه تاني قلت لك روح ضيف القلم ده فين المكان اللي هيتم الاضافه فيه هي دي النقطه اللي انا عايزها ما هو اي امر هيتم محتاج منك حاجتين هينفذ فين وهينفذ ايه هينفذ فين وهينفذ ايه لازم الحاجتين دول يعرفهم منك حتى لو والدك قال لك روح اعمل كذا لازم بيقول لك الحاجه اللي هتعملها وبيقول لك هتعملها فين لو قال لك روح اشتري لي علبه سجاير يبقى هتقول له هيشتري كذا منين من كذا فاهمين يبقى برضو اي امر ليه حاجتين ينفذ فين ينفذ ايه الحاجات دي مش تعدت انا على فكره هي مره واحده
عشان مش هنستخدمها. احنا كل اللي عندنا بنكتب الكود دلوقتي، بعد كده كل حاجه ورايا هنستخدم ايه؟ شايف الاسماء دي؟ لا شايف ران دي ام ال دي؟ هنبدا بعد كده نكتب ران دي ام ال. طبعا اللي ما هيحضر النهارده هيقول لي ران دي ام ال دي، اقول له ما اعرفش بقى، روح ارجع ايه للفيديو. يعني كل الشاشات ران دي ام ال، هنشتغل ران دي ام ال. في ران دي ام ال اكوادها موجوده في الكلاس. يبقى فين؟ قال لي سي ام دي برده دوت كونكشن، حته فين دي اسمها كونكشن. هو اضافه وتعديل وحسب يا ياسر، بيضيف فين وبيعدل فين وبيحسب فين. قاعد بقى متغير القاعده اسمه ايه اللي هو كان بيعمل اتصال جدع احمد؟ كن، مش ظاهر ليه كن. بس كل هنا مش ظاهره. لا بص هنا اما تظهر، تظهر عامله ازاي؟ زرقاء صح؟ يعني يبقى كده هي هو ده المتغير اللي عايزه. هنا مش ظاهر. استنى بس شايف ده؟ اوكي اتحط بره كده. ليه اتحط بره؟ عشان يبقى بابليك، عشان يبقى عام. بص تاني، بص الحته دي هو كان موجود جوه فين يا احمد؟ جوه حاجه اسمها ايه؟ وانت جوه حاجه اسمها، فده بلوك وده بلوك. البلوك ده ما ينفعش استخدم حاجه من هنا. فانا المشكله عندي ان ده بستخدمه هنا وهنا في الناحيتين صح؟ طب واحد لما تاخده كوبي ايمن وتحطه هنا تاني كده اصبح اللي تحت غير اللي فوق. فاهمني؟ اللي تحت غير اللي فوق. فقال لي لا، طب ما بدل الحركه دي خد ده كات كده وحطه فوق هنا كده اصبح يشتغل جوه هنا ويشتغل جوه، مش جوه حاجه معينه، ده بره اشتغل على الاثنين. والران دي ام ال كده بقى لما اقول يساوي كون اهي، قال لي ماشي كده عارف هينفذ ايه الاس تي ام تي وهينفذ فين كون. يبدا يعمل ايه بقى؟ يبدا يشتغل بقى ينفذ بقى. اروح قايل له سي ام دي دوت لا اكزكيوت نان كويري. اكزكيوت دي يعني تنفيذ، يعني ابدا نفذ بقى. ابدا نفذ، ابدا نفذ. طب خلاص نفذ. ايه ابدا نفذ بقى. خلاص كده بدا الراجل ايه ينفذ. بعد ما ينفذ هيرجع لك ايه؟ يقول لك تم التسجيل بنجاح. لو في شاشه العميل تم تسجيل العميل، لو في شاشه الموظف. طب احنا قلنا ياسمين الكود ده هيشتغل على كام شاشه؟ على الشاشه كلها. طب وانا انت لو ثبتتي الكود هنا تم تسجيل بيانات العميل بنجاح، يبقى وانت في شاشه الفواتير هيقول لي تم تسجيل بيانات العميل بنجاح، وده ينفع؟ لا. قال لي خلاص انا هقول له رجع لي ريتيرن اهي. اوكي اوكي يعني ايه؟ تم خلاص. ولما اجي بقى في شاشه العميل هقول لو طلع اوكي يبقى تم تسجيل العميل، واجي في شاشه الفواتير لو طلع اوكي تم تسجيل الفواتير. المهم يرجع في الاخر اوكي. قال لي ماشي خلاص كده. قال لي بس هو ممكن يحصل اي مشاكل في الكود ده. ايه اي مشاكل؟ وانت بتضيف دخلت حق لنوع رقم رحت دخلت فيه احمد، ده ينفع؟ ده غلط من البرمجه ولا غلط من البي اللي قاعد على الجهاز؟ البي اللي قاعد على الجهاز. واحد راح دخل لي تاريخ الميلاد، راح كتب لي كده 31/31/2014. في حاجه اسمها كده؟ ده الراجل الحمار اللي قاعد هو اللي غلط مش احنا، برمجتنا صح. قال لك ما انت برضه عشان ما تبقاش حمار لازم سيادتك تتوقع كل الاحتمالات اللي المستخدم يقع فيها. هو الفيسبوك مش كان عنده ممكن يتجاهل حته ان اليوزر يدخل حاجه موجوده قبل كده؟ احنا انت بتدخل ينفع تسجل، سجلت ميل على الفيسبوك ينفع تسجله تاني؟ بيطلع لك ايه؟ يقول لك مسجل. هو برضه قال لك طب ما تيجي نجرب نسجل حاجه مرتين، طلع ايرور عنده قبل ما يرفع الفيسبوك. راح قال لك لا، طب ما كده اليوزر ايه؟ هيقول هيغلط.
وهيطلع ايرور قدام وهيقفل الموقع ومش هيقدر يشتغل عليه. قال لي طب الحل، قال لي الحل ان انا احط احتمالات كل الغلط الممكنه. زي بالظبط ساعات يجي يقول لك ايه وانت بتكتب باسورد يقول لك الباسورد دي سهله ما ينفعش، مش ساعات بتحصل برضه حط احتمال ووقع قبل ما يرفع. لازم اهم حاجه في الجزء ده وانت شغال تحط نفسك مكان المستخدم وتوقع نفسك بكل الاخطاء، توقع نفسك بكل الاخطاء. تقول مثلا الاف ده ما دخلش حاجه هنا، تعال ندوس ضغط تلاقيه ضرب، لا يبقى انا لازم احط شرط اقول له خلي بالك لازم لو انت سبت دي فاضيه طلعها في ثانيه، فاهمني؟ فلازم تحط نفسك مكان الاخطاء. قال لي طب ماشي احنا عندنا خطا هنا ممكن ان يحصل مشكله لاي خطا ما، طب ايه اللي بيمسك الخطا؟ ايه اللي بيمسك الخطا ويحل محله برساله؟ وبدل ما يضرب الشاشه قدامك بتظهر الشاشه صفراء زي بيظهر على المواقع خلاص، وزي ما بيظهر كان بيظهر على الموقع المعهد زمان تلاقي الشاشه صفراء زي يقول لك ايرور ان سيرفر، ساعات بتظهر دي تعرف ان في غلط. طب ايه اللي يحل محل الايرور؟ برساله تفهم اليوزر يقول له عفوا، حتى لو قلت له عفوا هناك خطا احسن من ان الموقع يضرب كده قدامك، عرف ان في خطا وايه ويشوف. قال لك اللي بتمسك الخطا دي اسمها تراي وكاتش. تراي تراي يعني ايه؟ حاول تنفذ الكود ده اهو اللي احنا كتبناه، حاول تنفذ الكود اللي احنا كتبناه ما عرفتش يبقى اكيد حصل ايرور. كاتش امسك الايرور. قال لي الكود او النوع اللي بيمسك الاخطاء اس كيو ال اكسبشن. عندنا اخطاء من المستخدم واخطاء من القاعده، اللي هو لما جيت دخلت حصل ايرور في القاعده، احنا عشان نعمل اخطاء القاعده اس كيو ال اكسبشن سميه اي اس اي اكس اي اكس اي اكس هو اللي هيشيل ايه الغلط تاني. احنا هنا عملنا ايه؟ دي بتعمل ايه؟ بابليك يعني عام، سترينج يعني خاص، لا سترينج يعني حروف. ليه بترجع يعني عملناها حروف؟ عشان هترجع في الاخر يتم تسجيل نجاح ما اوكي ران دي ام ال اسم الفانكشن مش القاعده، اسم الفانكشن اس تي ام تي البارامتر اللي هو الجمله اللي هينفذها اضافه اعتراض حسب. ماشي كده عملنا التكوينه بتاعتها، نبدا نشتغل. اول حاجه نعرف متغير يقوم بعمليه العمليه، يقوم بالعمليه لازم يكون نوعه ايه؟ اس كيو كوماند. طب اللي بيعمل اتصال اس كيو كونكشن. اللي كان بيعمل اتصال محتاج منك حاجه واحده بس، مكان قاعده بيانات فين وخلصت، وكنا بنجيبها له من اف 4 وناخد مسار كوبي دي خلاص. اما اللي هيعمل تنفيذ امر على قاعده بيانات محتاج منك كام حاجه؟ حاجتين، فين وايه؟ فين وايه؟ الحاجه اللي هينفذها هينفذها فين؟ حته ايه؟ اسمها كوماند تكست. وهينفذ ايه؟ يا اضافه يا تعديل يا ايه؟ واحنا قلنا دول هيشيلهم مين؟ اس تي ام ال. طب حته هينفذ فين؟ اسمها كونكشن. هينفذ جوه قاعده بيانات اللي اسمها؟ عارف هينفذ فين؟ يبدا ينفذ بقى يقول ايه؟ سطر التنفيذ فين؟ اللي بعده اللي هو اهم سطر. تعرف السطر ده مش موجود؟ اكنك بالظبط قلت الله يا كرامي روح ودي القلم ده مكتب دكتور ياسر، ما قلتلكش خلاص ابدا نفذ. تفضل واقف قدامي ما عملتش حاجه، السطر لو اتشال ما عملتش اي حاجه، اديته اوامر بس لسه ما اتنفذتش، يبقى محلك سير واقف كده ما عملتش اي حاجه. خلاص؟ خلاص نفذها رجع لي. اوكي وارد انه يحصل غلط اثناء التنفيذ. قال اللي بيمسك الغلط حاجه اسمها ايه؟ تراي. واقول له نفذ الكود ده، ما عرفش يعمل ايه؟ اس كيو ال اكسبشن هو اللي هيمسك الغلط. نوع هيمسك الغلط، مين اللي هيمسك الغلط متغير اسمه ايه؟ اقول له رجع لي الغلط، حلم كلمه يرجع اسمها ريتيرن اي اكس دوت ايه؟ مسج يعني ايه؟ رجع لي رساله الغلط. ده السطر التنفيذ. هو هينفذ فين يا رامي؟ في القاعدة. قبل ما ينفذ جوه القاعدة ينفع ينفذ القاعدة والقاعدة مقفولة؟ لا لازم القاعدة تكون ايه؟ مفتوحة صح ولا غلط؟ فين سطر التنفيذ يا رامي؟ جدع اللي هو اكزكيوت لانج كويري. قبلها لازم اقول كون دوت اوبن يفتح القاعدة، وفي الاخر خالص هنا اهو كون دوت كلوز اقفل القاعدة عشان ما يسيبهاش مفتوحة. دا
ده الكود اللي بينفذ اضافه وتعديل او ايه نفس الكود قريب منه بس بينفذ البحث. ايه الفرق بين بحث واضافه وتعديل حذف؟ ده بحث بيرجع حذف. لا في مشكله كده يا رامي؟ اه متاكد تيجي بعد كده. عايزين بقى نعمل ايه؟ عملنا كود البحث كود الحذف اضافه وتعديل حذف. نعمل كود البحث نكتب كلمه بابليك بحث. رامي لما اقول لك كل بياناتك هتقول لي ايه؟ ايوه وايه تاني؟ الاسم نوعه ايه؟ سترينج جدع. كودك تاريخ ميلادك يعني هتقول لي شويه معلومات بانواع مختلفه. يعني هنا لما كنت بقول لك اضافه او تعديل حذف يا كريم هترجع رساله تم التسجيل بنجاح خلصت، تم التعديل بنجاح خلصت، تم الحاسب نجاح نص. عمرك هيرجع لك واحد ولا اثنين؟ لا يعني معروفه سترينج. اما المشكله لما اقول لك كريم قول لي بياناتك هتقول لي رقمي 520 ادي نوع رقم، اسمي كريم كذا، حروف تاريخ ميلادي 1/10/85 تاريخ صح ولا غلط؟ يبقى شفت قلت لي كام نوع في في في, في مسترجع واحد صح ولا غلط؟ يبقى هنا الجمل نتيجه البحث هيرجع نوع ايه؟ نوع واحد ولا انواع مختلفه؟ قال لك طب مين اللي هيشيل انواع مختلفه؟ هقعد اقول سترنج على انت على دبل مش هتيجي اساسا. قال لك اللي حد اللي يقدر يشيل اكتر من نوع داتا تيبل. المتغير اللي يقدر يشيل اكتر من نوع داتا تيبل موجود؟ لا. قال لك طب ليه؟ قال لك عشان ده للاسف موجود جوه مكتبه لوحدي. لازم تستدعي المكتبه الاول. لا مكتبه ثانيه اسمها الداتا. مكتوب جوه مكتبه لوحدي. لازم تستدعي مكتبه الاول. قال لك طب ماشي استدعيها ازاي؟ قال لي اطلع فوق اكتب ايه؟ يوزنج سيستم دوت ايه؟ داتا بس. يوزنج سيستم دوت داتا. اروح جاي هنا بابليك داتا ايه؟ ظهرت ولا ما ظهرتش؟ خلاص؟ اهو. بعد كده يجي وراها ايه؟ الاسم. الكود اللي هينفذ عمليه البحث عايز تسميه ايه؟ عايزين تسموه ايه؟ ران سيرش. اهو ياسمين لما اقول لك روحي دوري هتقولي لي ايه؟ ادور على ايه؟ يبقى محتاجه بارامتر ولا مش محتاجه؟ محتاجه. ارفع لي كده ايه؟ مين اللي خبرك؟ فين دي؟ تحت البيت لوحدها كده واقفة؟ اه حد خبرك جامد؟ معرفش ما شفتهاش. بعدها هتولع. ما تفكرش بقى. خير خير. ران سيرش قال لك محتاجة بارامتر. قال لك روح دور. انتوا عارفين كود البحث اسمه ايه؟ لا كود ماشي كود اضافه اسمه انسيرت. هنا دي ابديت تعديل. هنا دي كود البحث سيلكت. باقي الجمله ما نقدر برضه سيلكت يعني حروف ولا ارقام؟ حروف سيلكت وباقي الجمله يعني حروف. يبقى جمله البحث لما اقول لك يا احمد روح دور تقول ادور على ايه؟ يبقى محتاج بارامتر مش محتاجه؟ محتاج البارامتر نوعه ايه؟ سترينج حروف عشان سيلكت عشان بالحروف اهو اروح قايل له سترينج هسميه برضو اس تي ام تي. يبقى تاني عملنا بتاع الاضافه وتعديل الحذف وخلصت. بنعمل بتاع السيرش قال لك نكتب كلمه بابليك عشان عام يقدر يشتغل اكتر من مره. داتا تيبل عشان عشان مجموعه من انواع البيانات يقدر ياخد. يعني بص بص يا رامي السترنج ياخد حروفه بس، الانتجر ياخد ارقامه بس، الديت ياخد تاريخه بس. المشكله لما ترجع بيانات هترجع كوكتيل. طب مين اللي ياخد الكوكتيل؟ الداتا تيبل. خلاص؟ قال لي ماشي سميناها ايه؟ ران سيرش. اما اقول لك يا روح دور هتقول لي ايه؟ ادور على ايه؟ يبقى احنا محتاجه بارامتر. قال لي البارامتر سميناه اس تي ام تي ونوعه ليه سترنج عشان هي جمله وسلكت حروف. قال لي ماشي نبدا
عشان يعمل عملية بحث لازم اعرف متغير يقوم بعملية البحث، وعشان متغير بيقوم بعملية يبقى نوعه ايه؟ احنا قلنا اللي بيعمل اتصال كونكشن، واللي بعملية كوماند اهو اس كيو ال كوماند، هسميه برضو سي ام دي يساوي نيو اس كيو ال كوماند. طب يا رامي اس كيو ال كوماند موجودة هنا صح؟ وموجودة ايه؟ تحت. يبقى استخدمناها كم مرة؟ احنا ممكن نريح نفسنا ونعمل ونعملها نحطها فين؟ فوق خالص اهو، امسحها من هنا وامسحها من هنا وحطها هنا فوق هنا تحت الكلاس ده بس اهم حاجه اهي وخلصت. بدل ما نعرفها مرتين اهو يبقى كده سي ام دي. طب ماشي، السي ام دي محتاج كام حاجة؟ اما قلت لك روح دور، قلت له هدور على ايه؟ محتاج حاجتين، اول حاجة ادور وتاني ادور فين؟ خلاص؟ طب ما برضو كان في كلمة ادور فين؟ والتدوير دايما فين؟ والاضافة والتعديل والحذف فين؟ يبقى برضو ايه؟ موجودة في اتنين. قال لك دي بقى عشان عملية مش تعريف متغير ما يتحطش فوق هنا، لا يتحط معنا دي جوه ميثود جوه برمجة عشان العمليه هتتنفذ. اما دول متغيرين، المتغير يتحط فوق خالص، اما عمليه تتحط ما بين جوه ميثود اهي جوه ميثود زي كده، العمليه تتحط جوه ميثود ما تتحطش لوحدها. خلاص؟ قال لي ماشي كده، هيدور فين؟ حطيناه وبقت عامه. هيدور على ايه بقى؟ دي اللي لسه سي ام دي دوت ايه كوماند تكست. هو بيدور على جملة سيلكت، مين اللي هيشيل جملة سيلكت؟ جدع ال اس تي ام تي. لما هيرجع نوع، هيرجع ايه؟ كتير اللي هو داتا تيبل. اروح معرف اتغير داتا تيبل، هسميه تي بي ال يساوي نيو داتا تيبل. حلو كده؟ ده اللي هيشيل نتيجة البحث. بعد ما علي تروح تدور، قعدت تدور خلاص هات لي الحاجه، يقول لك لا انا مهمتي ادور. السي ام دي اللي انت عرفته لي ده مهمته انه يدور. طب يا علي هات لي الحاجه اللي رجعتها، يقول لك لا انا ما برجعش انا بدور بس، عرف لي متغير يقوم باسترجاع البيانات اللي انت لقيتها اللي هو مين؟ تي بي ال. انا سميته تي بي ال بس نوعه وليه داتا تيبل؟ عشان كوكتيل من انواع البيانات. يبقى كده مين اللي هيشيل البيانات؟ التي بي ال اللي هو الداتا تيبل. ومين اللي بينفذ؟ السي ام دي. اروح قايل له يا تي بي ال انت هيتحمل فيك اللي جابه مين بعد التنفيذ. دي معناها كده يا تي بي ال انت هيتحمل جواك اللي جابه مين بعد التنفيذ. ملاحظ تنفيذ جمله البحث اكزكيوت ايه؟ ريدر. وجملة التعديل والحذف والإضافة execute يعني ايه؟ تنفيذ. none يعني ايه؟ لا شيء، يعني بدون. query استعلام يعني نفذ بدون ما ترجع حاجة، وفعلا إضافة وتعديل وحذف بدون ما ترجع حاجة. طب هنا execute يعني ايه؟ تنفيذ. reader قراءة يعني نفذ واقرا اللي انت جبته، نفذ واقرا اللي انت جبته. خلاص؟ قبل ما ينفذ لازم تكون قاعدة بيها ايه؟ اهو نفذ وخلاص. واللي نفذه هيحطه فين يا ياسمين؟ داتا تيبل اهو اللي هو التي بي ال ده. يبقى المفروض اللي يرجع مين؟ البيانات اللي هترجع موجودة فين؟ الداتا تيبل. مش اللي بيرجع بيحطه في الداتا تيبل؟ ونتيجه البحث يبقى في الداتا تيبل اللي هو التي بي ال. يبقى المفروض اللي هيرجع هو مين؟ اهو التي بي ال. وارد انه يحصل، يبقى نعالجها. تمام، تراي وكاتش اهي اس كيو ال اكسبشن اي اكس. لا
لو حصل غلط يا محمد يبقى رجع حاجه، يبقى رجع فاضي ولا تكتبها في حاجه؟ لا مفيش رساله، ما ينفعش رساله، ده داتا تيبل. لو حصل ايرور يبقى رجع نتيجه البحث، رجع بحاجه؟ لا. يبقى هيجي لي ايه؟ هيجي لي فاضي. يبقى ريتيرن فاضي يعني ايه؟ نال. وفي الاخر يقفل قاعده ايه؟ يبقى تاني عشان نعمل موضوع البحث، قال لي كتبنا كلمه بعد كده النوع، ليه سميت هنا نوع داتا تيبل وهنا نوع سترينج؟ قال لك دايما الاضافه بيرجع حروف، تم التعديل بنجاح، تم الحذف بنجاح، ما يرجعليش خمسه، ما يرجعليش بعد ما اضيف يقول لي 10 10 85. ينفع؟ استحاله. يبقى دايما سترينج. بس البحث لا، انا لما بدور على حاجه، لما اقرب حاجه اما بتكتب رقم جلوسك على الموقع بتاع المعهد يطلع لك نتيجه ايه؟ بياناتك صار غلط، فيها حروف على ارقام على مش عارف في تواريخ صار غلط، يبقى كوكتيل. الكوكتيل ده نوعه ايه؟ داتا تيبل. سميناها اللي يعجبك، احنا سميناها ران سيرش. هل لما تيجي اما اجي اقول لك روح دور، روح دور، هتضطر تقول لي ايه؟ ادور على ايه؟ صار غلط. يبقى محتاجه بارامتر اس تي ام تي، محتاجه بارامتر اس تي ام تي. تمام. بعد كده قال لي ماشي، عشان نقدر ندور لازم نعرف متغير ايه اليوم بتنفيذ العمليه. ما تبصش للكود اللي بينفذ عمليه كوماند. قال لك لقينا الكوماند موجود متكرر كم مره؟ مره في الكود الجديد ومره في الكود اللي انت عرفته عليه. طب ما قلنا نريح نفسنا ونحطه فوق بدل ما اعرفه مرتين اهو. تمام. بعد كده قال لي ماشي، قال لي هينفذ فين؟ طب ما برده كان هو بيضيف كان محتاج ايه؟ هينفذ فين برضو؟ صح غلط؟ فقلنا بدل برضو ما نكتبها مرتين كتبناها فين؟ فوق هنا مرة واحدة. حتة هينفذ ايه؟ لا مختلفة. تحت بينفذ، فوق بينفذ، انسرت وابديت وديليت. لا مختلفة، ما ينفعش تحط فوق بقى. اللي ثابت وثابت في الاثنين بدون أي تغيير ورا حرف واحد هو اللي ينفع يتعمل. أما اللي مش ثابت هو اللي ما ينفعش. خد أهو. استنى ناخده كوبي. لا نسيت كده خلاص. فقال لك ماشي، العمليه دي برضو لقيناها ايه؟ متكرره، فحطيناها مرتين. قال لك بس طالما هي عمليه لازم تتحط جوه ميثود كده، اما لو متغير اتحط بره كده مش جوه حاجه. نيجي بعد كده قال لي هينفذ ايه؟ قلت له ستي ام تي اللي هو سيلكت. قال لي لما ينفذ هيرجع ايه؟ تنفيذ عمليه بحث هترجع ايه؟ ايه تنفيذ عمليه بحث هترجع ايه؟ كوكتيل من البيانات. وكوكتيل من البيانات معناها ايه؟ رحت عرفت متغير داتا تيبل، سميته ايه؟ تي بي ال. قبل ما ينفذ لازم هو التي بي ال هو اللي هيشيل النتيجه، ومين اللي بينفذ؟ السي ام دي اللي هو الكوماند. صح ولا غلط؟ رحت قلت له يا تي بي ال انت هيتحمل جواك نتيجه تنفيذ السي ام دي. بعد ما خلاص نفذه اعمل ايه؟ رجع التي بي ال، رجع لي الداتا وريها لي بقى. خلاص وريها لك. افرض في عمليه ثانيه ممكن يحصل ايرور، يبقى هيرجع مش هيرجع حاجه، يبقى حته مش حاجه دي يعني ايه؟ نال اهي. وترايو كاتش دي بتعمل ايه؟ ادي الكودين. اما اجي اقول لك نبرمج اضافه تقول لي راندي ايه؟ اما اجي اقول لك تعديل راندي ايميل يا راجل. اما اجي اقول لك حذف، اما اجي اقول لك بحث، ودول موجودين جوه داتابيس. ده الكود اللي انا عايزك تفهمه. فهمتوه؟ خلاص. ده سيادتك هتاخده كوبي عندك. تاخده ازاي بالمره واحنا شغالين في الكلاس؟ بص يا باشا، اقفل المشروع بتاعنا. سيادتك واستاذ رامي هتروح واخد لي المشروع بتاعي اللي عندي ده اهو، تروح واخده كوبي وتحطه على الفلاشه عندك. صح ولا غلط؟ تروح واخد الفلاشه تحطها في الجهاز بتاعك. صح ولا غلط؟ وتروح فاتح المشروع بتاع سيادتك اللي هو الفيجوال ستوديو بتاعك انت، تفتح مشروعك. انا هفتح مثلا اي حاجه دلوقتي، هفتح ده السوبر ماركت ده، مش هفتح المشروع بتاعنا بقى عشان لو فتحته مش هينفع ادخل جوه تاني. ما اعرفش باين. خلاص حلو كده. ده مشروعي اللي هو مشروعك انت يا رامي. هتروح رايح لي على صفحه ايه اللي فيها الفورم اللي هي من قائمه فيو
سوليوشن اكسبلورر اهي. حلو، شايف دي اسم المشروع مش اللي مش سوليوشن اللي تحتها. كليك يمين اد اكزيست ايتم عشان تضيف الفايل بتاعي عندك على مشروع سيادتك. تفتح مشروع وتروح جاي من قائمه فيو سوليوشن اكسبلورر، تروح واقف على دي على اسم المشروع مش شرط سوبر ماركت، حسب كل واحد اسمه. كليك يمين اد اكزيست ايه ايتم، تخش على الفلاشه رامي اللي عليها مشروعي، تخش على الفلاشه اللي عليها مشروع انت خدته مني اللي هو عندي انا موجود اهو اللي هو كورس سيلز برضو عندك. الكلاس اسمه ايه؟ تروح واقف عليه وتدوس هتلاقيه نزل اهو اهو. كليكتين عليه اكوادنا اهي لسه كاتبها. هل اسم قاعده بيانات بتاعتك زي بتاعتي؟ هل مسارها زي بتاعي؟ يبقى السطر ده يحصل له ايه؟ هتحذفه كده اهو. ناخده منين؟ من قاعده البيانات بتاعتك انت اللي هي السوبر ماركت بتاعتي. اف 4 بالظبط. اسم الله عليك. بس كده. وتروح مسيف وكده شغلك هيشتغل عندي. ماشي. خلاص كده؟ اقفل. دلوقتي استاذ ياسر عنده مشروع جديد اهو. هفتح قدامكم مشروع جديد. نيو بروجكت اهو. هسميه ياسر. ياسر بعد ما عمل شغله واحطه هنا على الديسكتوب عشان امسحه تاني. بعد ما عمل شغله جه بيقول النهارده انا عايز اعمل ايه؟ مشروع جديد لوحدي خالص، بعيد عن القديم اللي كنت بعمله اثناء النص الاول. بس قاعده بيانات ما فيهاش تغيير. انا عايز اعدل شاشات. مش معقول انا عملت مشروع جديد مش هو انا ابني قاعده بيانات تاني. طب ما اجيب قاعده بيانات القديمه احطها هنا. هو يقصد كده. فاهمين؟ تتعمل ازاي؟ قال لك خش على مشروعك يا ياسر. القديم اهو كورس سيلز بتاعي اهو. كورس سيلز تاني. خش على بن ديباج قاعده بيانات اهي. شايف دول؟ خدهم كوبي. حلو؟ خدتهم منين؟ دخلت على مشروعي. مشروع مره تانيه بن ديباج اهم. الاثنين دول ام دي اف وال دي اف دايما شكلهم كده. خدتهم خدهم كوبي. حلو. اقفل. روح على الديسك توب اللي هو المشروع الجديد اللي اسمه ياسر. خش برضه جوه مين؟ بن ديباج ورميهم فين؟ حلو كده؟ تيجي بقى جوه فيجوال ستوديو بقى. تيجي جوه فيجوال ستوديو فين قاعده بنات؟ من قائمه فيو سوليوشن اهي. ده الشاشات قاعده بنات موجوده زهره بتاعت سيلز في هنا. استنى المفروض هنا في حاجه اسمها فايلز. فايلز عندكم زهره اهي اهي ظهرت اهي ظهرت لما دوست كليك هنا بس اهي فايلز اهي شو اول فايلز. دوس عليها. قاعده بيانات موجوده فين؟ في بن. فين اهي مش هي دي؟ كليك يمين عليها انكلود ان بروجكت. انكلود ان بروجكت او ضمنها جوه مشروع. نيكست. استنى عليها يعني احطها جوه مشروعي ده يعني خلاص ثبتها على المشروع الجديد بتاعي ده او على البرنامج اللي انا عامله دلوقتي. استنى ما يحمل. اهي علم على جداولي اهي. جداولي يا شباب. علم على تيبل فينش. هو احنا هنستخدم فيو بص اهي. اه طبعا في الريبورتات اهي والدياجرام اهي كده. انا خدت في دي وحطها هنا خلاص. سيف.